تنمية غرب مصر. فقد أكدت الدكتورة سحر نصر أن عدداً من المستثمرين أصبحوا يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في مطروح في ظل تحرك الحكومة لإقامة بنية أساسية متكاملة في هذه المحافظة، موضحة على هامش توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء بأن تطهير قطع أراضٍ بالساحل الشمالي من الألغام أن محفظة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية متنوعة وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم مثل الكهرباء والصرف الصحي. أهم حاجة في الدورة دي إن احنا بنتكلم بنتحرك من خطة ومنتحرك من دراسة لواقع. احنا معانا مستثمرين جايين بيشوفوا فعلا الأراضي المتاحة والفرص المتاحة عشان احنا نتحرك بقى يعني لضخ هذه الاستثمارات، وانا يعني حريصة ان انتوا برضو ان انتوا تتكلموا معاهم وتسمعوا ايه الافكار اللي عندهم. واحنا من ضمن الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها الفترة الجاية، ولسه كنت بناقش مع سيادة اللي هو علاء ان احنا عايزين حريصين ان احنا نخش برضو بمنظومة المشاركة عشان يبقى فيه تيسير اكتر، عايزين نستفيد من قانون الاستثمار، نذلل بقى كل العقبات ونيسر كل الاجراءات اللي هي كانت بتاخد وقت في فترات سابقه. لا احنا عندنا سياده الرئيس مدي توجيه ان احنا نتحرك اسرع وان احنا نعمل شراكه مع القطاع الخاص، بالذات القطاع الخاص اللي عنده خبره وهيقدر يكون ليه اضافه لهذا المشروع، سواء من خبره او من طريقه اداره او من تكنولوجيا حديثه. انصاف